السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم. أنا المعلمة رشا منذر الجاسم. لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الرابع في مادة المهارات الرقمية. عنوان درسنا مكونات جهاز الحاسب الآلي في الفصل الدراسي الأول. قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم، بسم الله. هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين. أولاً، أجلس في مكان هادئ بعيداً عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة. كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح، وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي، كتابي ودفتري، أقلامي الرصاص، مساحتي وبرايتي وألواني. أيضاً أنصت وأستمع جيداً لمن؟ أحسنتم، لمعلمي ولمعلمتي. لماذا؟ لأستوعب الدرس، وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيداً. في درسنا لدينا أهداف. هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على مكونات جهاز الحاسب الآلي. أما عن أهدافنا الخاصة، أولاً أن يعدد الطالب والطالبة مكونات جهاز الحاسب الآلي. ثانياً أن يعرف الطالب والطالبة لوحة المفاتيح في جهاز الحاسب الآلي. ثالثاً أن يعرف الطالب والطالبة الفأرة في جهاز الحاسب الآلي. ورابعاً أن يعرف الطالب والطالبة الطابعة في مكونات جهاز الحاسب الآلي. دعونا الآن أعزائي الطلاب والطالبات نتذكر، ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ما تعلمناه في دروسنا السابقة. هيا معي نتذكر ماذا تعلمنا. في دروسنا السابقة تعلمنا عن الحاسب الآلي، وقلنا إنه جهاز رقمي يساعدنا ويقوم بمعالجة وتخزين واسترجاع البيانات. كذلك يقوم بالأعمال المفيدة والمسلية. مثل ماذا؟ مثل إنشاء المستندات والرسوم ومشاهدة الأفلام المفيدة والتواصل مع الأصدقاء. دعوني أريكم كيف ساعدني الحاسب الآلي في كتابة هذا الموضوع وطباعته. كما ترون هنا كتبت موضوعا عن المسجد النبوي، كما نرى أيضا وضعت صورة وكتبت العنوان باللون الأحمر، وضعت إطارا للصفحة وقمت بطباعته. من ساعدني على القيام بهذا كله؟ أحسنتم، الحاسب الآلي. إذن الحاسب الآلي جهاز مفيد جدا. أيضا تكلمنا عن أمثلة للأجهزة الرقمية. مثل ماذا؟ مثل أجهزة الحاسب. إذن أجهزة الحاسب هي من الأجهزة الرقمية. كذلك الطابعة هي أيضا من الأجهزة الرقمية. وأيضا التلفاز الذكي أيضا من الأجهزة الرقمية. ماذا عن الكاميرا الرقمية؟ أحسنتم، هي أيضا من الأجهزة الرقمية. كذلك جهاز الصراف هو أيضا من الأجهزة الرقمية. هذا ما تعلمناه في دروسنا السابقة. أيضا تكلمنا عن أنواع الحاسب الآلي. دعونا نراجع أنواع الحاسب الآلي. لدينا الحاسب المكتبي، قلنا من اسمه مكتبي، يوضع على مكتب. والحاسب المحمول، من اسمه محمول، أي أقوم بحمله. أيضا تكلمنا عن الحاسب اللوحي، كذلك الهاتف والهواتف الذكية. ماذا عن الحاسب المكتبي؟ ماذا قلنا عنه؟ إنه جهاز حاسب مصمم ليوضع أين؟ أحسنتم، على المكتب، فهو جهاز أو حاسب مكتبي، ويتكون من مجموعة من الأجزاء المتصلة معا كما نرى في هذه الصورة. أجزاء متصلة مع بعضها تكون الحاسب المكتبي. ماذا عن الحاسب المحمول؟ كما نرى في الصورة، من اسمه محمول، إذن هو جهاز حاسب خفيف الوزن ويسهل حمله. إذن لماذا يسهل حمله؟ لأنه خفيف أم ثقيل؟ أحسنتم، خفيف الوزن. كذلك أستطيع أن أستخدمه بأي مكان لأنه خفيف وسهل الحمل. أستطيع أن أستخدمه في أي مكان. كما ترون هنا لدي حاسب محمول
خفيف الوزن، يسهل حمله، أستطيع أن أخذه معي أينما أريد، أستطيع أن أستخدمه في المكتبة، في المدرسة، في المنزل، إذن هو خفيف وسهل الحمل. ماذا عن الحاسب اللوحي؟ هو أيضا أحد أنواع الحواسيب، هو لا يحتوي على لوحة مفاتيح عادة، فكيف يكون إدخال البيانات إذن؟ يكون إدخال البيانات عن طريق اللمس، كما ترون هذا هو الحاسب اللوحي، هو أحد أنواع الحواسيب. إذا أردت أن أكتب أو أرسم أستخدم اللمس، أدخل البيانات عن طريق اللمس. ماذا عن الهواتف الذكية أو الهاتف الذكي؟ قلنا يمكن من خلاله الاتصال بالأقارب والأصدقاء والاطمئنان عن أحوالهم، كذلك استخدامه في تصفح الإنترنت، أيضا استخدامه في الدردشة، واستخدامه في ممارسة الألعاب المفيدة. هذا أيضا تعلمناه في دروسنا السابقة، كيف نستخدمه بالاتصال بالأقارب، وكيف نستخدمه في تصفح الإنترنت وفي الدردشة وممارسة الألعاب. تكلمنا عن مكونات جهاز الحاسب الآلي، وقلنا يتكون جهاز الحاسب الآلي من وحدة النظام والشاشة. ماذا عن وحدة النظام؟ تذكروا معي، هي المكون الرئيسي في جهاز الحاسب. إذن إذا سألتكم ما هو المكون الرئيسي في جهاز الحاسب؟ أحسنتم، إنه وحدة النظام. ماذا يفعل؟ هو يربط بين ماذا؟ بين بقية مكونات الحاسب لإجراء العمليات ونقل البيانات ومعالجتها. كيف ذلك؟ كان لدينا مسألة في الرياضيات، 2+2، استخدمنا الحاسب وقمنا بكتابة المسألة، فقامت وحدة النظام بمعالجة هذه المسألة واستخراج النتيجة. كم كانت النتيجة؟ 2+2. أحسنتم، كانت النتيجة 4. من قام بهذه العملية؟ وحدة النظام. إذن وحدة النظام هي المكون الرئيسي في جهاز الحاسب. ماذا عن الشاشة كما نراها في الصورة؟ هي جهاز متصل بالحاسب ويشبه التلفاز كما نرى في الصورة. أيضا هذه هي الشاشة، أيضا يعرض النصوص والأشكال والصور ومقاطع الفيديو. إذن هذه هي فائدة الشاشة. كيف عرفنا أن نتيجة المسألة الرياضية 2+2 كانت 4؟ رأيناها بواسطة الشاشة، هذا أيضا رأيناه في دروسنا السابقة. ماذا سنتعلم اليوم إذن؟ سنتعلم أيضا عن مكونات الحاسب الآلي. سوف ندرس اليوم لوحة المفاتيح، هي من مكونات الحاسب الآلي، والفأرة أيضا هي من مكونات الحاسب الآلي، والطابعة هي أيضا من أجزاء ومكونات الحاسب الآلي. إذن لدينا لوحة مفاتيح وفأرة وطابعة. دعونا نرى أولا لوحة المفاتيح، هيا رددوها أعزائي الطلاب والطالبات، لوحة، أحسنتم، المفاتيح، رائع، لوحة المفاتيح. ماذا عن لوحة المفاتيح؟ هي من أهم أجهزة الإدخال للحاسوب، ندخل بواسطتها الأرقام والحروف والأوامر والبيانات، حيث يمكن للمستخدم، من هو المستخدم؟ نحن المستخدم، من يستخدم جهاز الحاسب، حيث يمكننا من خلال لوحة المفاتيح كتابة وإدخال النصوص وإعطاء الأوامر لجهاز الحاسب. كيف ذلك؟ دعونا نرى شكل لوحة المفاتيح. كما نرى هنا، هذه لوحة المفاتيح على جهاز أو في جهاز الحاسب المكتبي، تحتوي على حروف، أرقام، كذلك مفاتيح للأوامر. ماذا عن لوحة المفاتيح في جهاز الحاسب المحمول؟ أيضا الحاسب المحمول يحتوي على لوحة مفاتيح، نستطيع من خلالها الكتابة، كتابة الكلمات، الأرقام، وأيضا إدخال الأوامر. هذه هي لوحة المفاتيح، هي من أهم أجهزة الإدخال للحاسوب.
إذن لوحة المفاتيح هي من أجهزة الإدخال. لماذا؟ لأننا ندخل بها أو نكتب بواسطتها البيانات والنصوص الأرقام أو الأوامر، ندخلها للحاسب الآلي. هذه فائدة لوحة المفاتيح. إذن يمكن من خلالها إدخال النصوص وإعطاء الأوامر لجهاز الحاسب الآلي. كما ترون قمت بكتابة هذا الموضوع الذي رأيناه في أول الدرس عن المسجد النبوي بواسطة ماذا؟ بواسطة لوحة المفاتيح. كتبت هذا النص بواسطة لوحة المفاتيح. إذن لوحة المفاتيح ندخل بها نستطيع كتابة النصوص أيضا وإعطاء الأوامر لجهاز الحاسب الآلي. لدي الآن نشاط صغير، هيا نقرأ نشاطنا. لون لوحة المفاتيح في الصورة باللون الأزرق. إذن نحتاج إلى اللون الأزرق، هيا جهزوا ألوانكم. أي لون تضعون؟ أي لون تختارون؟ أحسنتم، الأزرق. قوموا بالتلوين داخل لوحة المفاتيح، لا نلون خارج لوحة المفاتيح، نلونها. أحسنتم، تلوينا مرتب وجميل. أي لون نستخدم؟ رائع، اللون الأزرق. النشاط الآخر، صل كل عبارة بالصورة المناسبة لها. الشاشة، أين هي الشاشة؟ أحسنتم، هذه هي صورة الشاشة. ماذا عن لوحة المفاتيح؟ ابحثوا عنها، درسنا لهذا اليوم. رائع، هذه هي لوحة المفاتيح، وحدة النظام، الجزء الأساسي والرئيسي في جهاز الحاسب الآلي. أين هي صورة وحدة النظام؟ رائع جدا، هذه هي صورة وحدة النظام. في الأخير لدي توصيات لولي الأمر. توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة، الحرص على الجلوس الصحيح، مساعدتهم على حل الأنشطة، تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة، كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه، تعميمه في مواقف مشابهة، تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه. في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم. كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.